السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في درس جديد للطاقة الشمسية وتتم الدروس اللي كثير من المعلومات ديال الطاقة الشمسية وفي إطار تحديد إطار تشجيع ديال التعلم عن بعد وتحت شعار خليك في الدار وقرا الطاقة الشمسية. معكم جواد أيت ربح من المعهد المغربي للطاقة الشمسية الخاص بموروك، أنا انستيتو فور سولار انرجي ولا ميز انفورماسيون. دونك اليوم غنكملوا لي بارتي فاش بدينا في لا فورماسيون ديالنا ايتود دي انستالاسيون فوتوفولتايك. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في درس جديد شمسية الخاص بالوقت. اون فوا كما العاده اون فوا نوصلوا 40 بيرسون في لو لايف غادي نبداو الدرس ديال اليوم على ليتود دو كا ديال ان سيستم اوتونوم. البارح شفنا لي زيتاب دو ديمونسيونمون ديال ان سيستم فوتوفولتايك، كنت قلت لكم غنحط لكم واحد لو كور باش واحد ليكزومبل باش تخدموا عليه، مي مالوغوزمون نسيت وما صابنيش الحظ باش نحطو، ولكن نحاولوا نخدموا على واحد ليكزومبل اونسومبل اليوم. حاولوا انكم تبارطاجيو تصيفطوا لو ليان ديال اللايف لصحابكم اللي غيكونوا انتريسي باش يستافدوا معنا في هذا الدرس ديال اليوم، اللي واحد الدرس اللي مهم بزاف بالنسبه للناس اللي بغيت يتعلموا كيفاش يديروا الدراسه ديال الانظمه ديال الطاقه الشمسيه وغير المرتبطه بالشبكه، لي سيستم فوتوفولتايك اوتونوم ولا اوف جريد ولا بور دي ابليكاسيون دون دي سيت ايزولي. على قبل ما نبداو الا كان شي كيستيون حاولوا تحطوها كما العاده في كومونتير وغادي نحاول نجاوب عليها. سي محمد الشاكر، مرحبا بك اخويا، عليكم السلام. ما تنساوش تبارطاجيو بالنسبه للناس اللي جداد اللي ما كانوش حاضرين معنا في لي كور اللي دازو، راه لي فيديو راه في الديسكريبتيف ديال اللايف، راه كاين لو ليان ديال البلاي ليست اللي فيهم كاع لي فيديو اللي دازو لي كور اللي دازو، اللي بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا يعاودوا يشوفوهم بيان سور. سعيد الشاب، مرحبا بك اخويا، مرحبا بالناس ديال الفطاحله ديال الصغير. سعيد الشاب كنشكرك اخويا، ومازال كنتسناوك تجاوب لنا على دي كيستيون اللي قلتي لنا البارح على لا طون لو كورون ديال لا شارج ديال الباتري. راني مشيت قلبت اخويا، راني لقيت شي حاجه، انا اون فوا نبداو راني نقول لك لا ريبونس وقول لي واش مزيانه ولا ما مزيانش.
ما تنساوش تبارطاجيو اللايف الاخوان باش راه كنا كنوصلوا 100 دابا وبقات غير 40، ما عرفت هذيك 60 الاخرى فين مشات، هيك ما وصلتها الكورونا. الو، ندير ان رابيل على داك الشيء اللي شفنا. الو، دونك احنا خدامين في ليتود ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. بيان سور شفنا واحد لا بارتي ديال لي جينيراليتي على لو فوتوفولتايك، لو برينسيپ دو فونكسيونمون، لي كاركتيريستيك انسي دي سويت، وشفنا لي كومبوزون ديال ان سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. دونك شنو كنلقاو في ان سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم؟ كنلقاو فيه لو بارك دو ستوكاج، كنلقاو فيه لو شون فوتوفولتايك بيان سور، و كنلقاو فيه فوالا. دونك كنلقاو فيه لو شون فوتوفولتايك اللي قلنا لك كاركتيرستيك ديال لي بانو، سي لا تونسيون افيد، لو كورون اكور سيركوي، لو كورون بوا ماكسيمال دو بويسونس. انا نعاود، دونك الى عندنا لو شون فوتوفولتايك لي كاركتيرستيك ديالو هي لا بويسونس كريت، لا تونسيون افيد، لا تونسيون MPP، le courant à court circuit, le courant au point maximal de puissance, les coefficients de température, tension, intensité et puissance. Voilà, donc il y a les caractéristiques de le champ photovoltaïque. Bien sûr, les conditions standards de test, les Roma, 1000 watts par mètre carré, AM de 1,5, température de 25 degrés. Donc à demain, les caractéristiques d'IEL, le champ photovoltaïque. Si ça échappe, qu'on a un bel job, gamin soulk, l'alouster. تحيا سي سعيد، راني عارف اخويا، غير بغيتي تواضع معانا. الله يحفظك اخويا. Alors, après le régulateur de charge, les gnas c'est un élément de protection, les protéger l'ENA la batterie, ou qui charger l'ENA la batterie. Alors, donc, les caractéristiques d'un régulateur de charge, c'est le I régulateur, ça veut dire c'est l'intensité d'un régulateur, la tension d'un régulateur, et la puissance d'IEL le régulateur. Donc les régulateurs FEOM juge d'IEL ANOA et FEOM le PWM ou le MPPT. D'accord, voilà. Après la batterie, il y a plusieurs technologies. Il y a les batteries à électrolyte liquide, il y a les batteries AGM et les batteries à gel. Donc à demain, les trois technologies, les batteries au plomb, les canines. Bien sûr qu'il y a aussi les batteries lithium et d'autres technologies. Donc mais le plus utilisé, le moins cher, au moins les batteries au plomb, lithium 3, AGM, gel et électrolyte liquide. Donc les caractéristiques de la batterie, la capacité en ampère heure, la tension de la batterie en volt, la D en pourcentage de la profondeur de décharge, et il y a aussi la tension de la charge, tension de la charge de la batterie, et il y a aussi l'intensité maximale de la charge ديال لا باتري. هادي ما هضرناش عليها، كانت لا كيستيون ديال السي سعيد. سي جمال رحالي جواد، واش لي بي بي تي
نقدروا نقولوا له ريغولاتور. بيان سور كاينين ريغولاتور ام بي بي تي وكاين ريغولاتور بي دبليو في ام، وكاينين دي زونديلير ام بي بي تي وكاينين دي فارياتور ام بي بي تي. داكو يعني ضروري خص، حيت هو بحال الا فيه جوج لي زوبسيون، فيه لوبسيون ديال لوبتيميزاسيون ديال لا بويسونس، وفيه لوبسيون ديال الكونترول ديال لا شارج او ديشارج ديال لا باتري. يعني ضروري خصنا نقولوا ليه ريغولاتور. الو نرجعوا للكاركتيرستيك ديال لا باتري اللي هي لو كورون دو لا شارج، لو كورون ماكسيمال دو لا شارج اللي ما خصناش نفوتو لا باتري. يعني هاد لو اي اللي غيدخل هنا خص تكون فيه واحد لا كاركتيرستيك انه مارس ماكسيموم، يعني لو اي ديال لا شارج يكون انفيريور ولا ايغال ا لا كاباسيتي ديال لا باتري. داكور، لا كاباسيتي ديال لا باتري فوا 0.2، يعني 20% 20% ديال لا كاباسيتي ديال لا باتري. يعني الا مثلا عندك لا باتري ديال 100 امبير اور، خص في لانتونسيتي دو لا شارج ديالها ما تفوتش ليها 20 امبير. سينو الا فتي 20 امبير كتولي كتدخل ليها واحد الكورون كبير اللي ما كتستحملوش لا باتري، وكتولي كتطلع لا تومبيراتور ديالها. دونك الا كطلع لا تومبيراتور ديال لا باتري كينقص من لا دوري دو في ديال لا باتري ديالك، يعني باش تغارونتي واحد لا دوري دو في اللي كبيره ديال لا باتري ديالك، سي ريكوموندي لي كونستركتور كيقول لك ما تفوتش ليها 20% من لا بويسونس ديالها. سي ياسين، سلام جواد، شنو الفرق بين ريغولاتور بي دبليو في ام والام بي بي تي؟ هادي ما غاديش نضيعوا عليها الوقت السي ياسين اليوم، بوسك ديجا هضرنا ولد البارح على لي ريغولاتور، وهضرنا عليهم بزاف ساعه لما كانوا حنا كنهضروا على لي ريغولاتور. حاول ترجع لي فيديو اللي دازو، راه كاين واحد لا فيديو اللي كتهضر على المنظمات الشحن ولي ريغولاتور ام بي بي تي و بي دبليو في ام، راه في لا ريبونس. و رابيدمون بي دبليو في ام هي ماشي ما كديرش لوبتيميزاسيون دو بويسونس، كتامبوزي لا طونسيون ديال الباتري على الشوم فوتوفولتايك، والمشكل ديالها انها كتنقص لك حتى 30% ديال في الروندومون ديال لو سيستيم ديالك. الام بي بي تي سي ان كونفرتيسور دو بويسونس، سي ان اشور بوست لي اليفاتور ولا ابيسور دو طونسيون اللي كي ادابتي لا طونسيون على حساب لو بوين ماكسيموم دو بويسونس ديالك. داكوغ، يعني ما بين الام بي بي تي و بي دو في ام كاين واحد 30% ديال الفرق او نيفو ديال الغوندومون. و لافونتاج بي دو في ام انه رخيص تو سامبلومون، و غالبا كنستعملوه غير في لي انستالاسيون لي صغار. دونك هذا بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لي باتري. ابري لي كاركتيرستيك ديال لونديلو، عندنا لا طونسيون دي سي ديال لونتري، عندنا لا طونسيون لا طونسيون اسي ديال لا سورتي، اي لا بويسونس بيان سور اون وات ou bien en volt en volt ampère, il y a aussi la fréquence. Donc c'est là l'onduleur. Donc à demain les caractéristiques d'un système photovoltaïque autonome. Donc Schneider a donné là les étapes du démantèlement. J'explique maintenant un exemple de l'installation où nous nous allons. Alors سي اسماعيل، جي با كومبري لا ديرنيير اكزومبل ديال لا باتري. بالنسبه لا باتري هضرت هنا على هذا سي لو كورون دو لا شارج، يعني الا بغيتي تشارجي لا باتري ديالك ما خصكش تفوت ليها واحد لو كورون ماكسيمال اللي هو 20% ديال لا كاباسيتي ديال لا باتري. بيان سور ديال لو بارك دو ستوكاج سي بيان سور 20% ديال لو بارك دو ستوكاج، حيت اون فوا كديرهم اون سيرو كديرهم اون باراليل راه كتولي باتري وحده، كيكون ان بارك دو ستوكاج واحد. بيان سور ما غاديش يكون عندك واحد البارك دو ستوكاج اللي كبير بزاف وغادير ليه واحد لو كورون دو لا شارج لي صغير.
دونك هنا سي فري سي لو بارك دو ستوكاج الى كتهضر على لا باتري هنا حيت درت خديت ليكزامبل اللي عندي باتري وحده هنا ولكن الا عندي بزاف راه ديال البارك دو ستوكاج دكار سي l'intensité de parc, la capacité de parc de stockage. Alors, si Kassimi a regardé les cours, les désordres qui sont sur la chaîne YouTube, il y a une information mise entre la playlist Smitha. سميتها اجيت فهم طاقه شمسيه راه فيها كاع هاد لي كور اللي دازو راه كاينين لان دو الصوره مضبوبه راه غالبا لا كونيكسيون حيت انا عندي الصوره مزيانه هنا والناس الاخرين يقولوا لينا واش بصح ولا لا. الو هنا عندنا واحد لو كليون اللي عنده دي زاباراي. اول حاجه كنديروها كنمشيو نديرو ان بيلون دو بويسونس كاع لي زاباراي اللي عنده شحال ديال الوقت كيخدمو وشحال لا بويسونس وشحال لا بويسونس ديالو. يعني مثلا عندنا دي لامب شحال لو نومبر ديالهم شحال لا بويسونس ديالهم وشحال من ساعه كيخدموا في النهار داكور. وهنا كنحسبوا لا بويسونس بهاد لا فورمول هادي اللي شفناها البارح ان لينيرجي هي لا سوم ديال لي زينيرجي ديال شاك اباراي ولا بويسونس هي لا سوم ديال لي بويسونس ديال لي زاباراي. دونك كنطبقوا هاد لا فورمول نحسبوا هنا. دونك هنا جوج فوا دونك هنا لا بويسونس هي هادي فوا هادي دونك كتعطينا جوج فوا 18 هي 36 و 36 فوا 12. يعني حاولوا تحسبوا معايا الا كان شي غلط في الحساب. دونك يعني تعطينا 432. ابخي غتكون عندنا 40 هنا جوج فوا 20 فوا جوج هي 80. ابخي جوج فوا 20 هي 40 فوا 4 هي 160. ابخي تلاتة ديال لامب ديال 20 هي 60 هي 120. ابخي لامب وحدة كتخدم ساعة في النهار هي 20 لامب وحدة اللي كتخدم جوج سوايع دونك 20 40 ابخي هنا 20 وهنا هنايا 20 هي لامب أخرى اللي كتخدم ساعتين هي 40. ابخي عندنا كونجيلاتور ديال 100 واط اللي كيخدم 12 ساعة 110 pardon fois elle faut le tmia Echerin voilà mia Echerin la même chose là. هنا 90 1080. المهم كنعتذر على هاد الكتابة ديال الطبيب ولكن انا داكشي اللي عطا الله. هنا 30 هنا 30 انا نحسب لا سوم دابا
Donc c'est 4662 élèves. Juste meilleur. اثنين وستين وهنا خمسمية وستة وتسعين هذه بالوات وهذه بالوات اخ بار جور alors donc هذا هو البزوان ديالنا هو alors 4,66 كيلوات اخ بار جور donc هذا هو البزوان جورناليير ديالنا Alors, il y a une question ici, triphase. C'est l'un pour l'alimentation du long du leurre. C'est à partir de batterie ou bien de régulateur. Alors, donc, je vais vous dire comment les gens font la question. Comme le calcul d'Yelma. يعني فين غنبرونشيو لونديلور ديالنا واش غنبرونشيوه مع الريغولاتور انا نرجع لو سكيما ديالنا هذا نفس هادشي الو واش لونديلور واش نبرونشيه مع الريغولاتور يعني نبرونشيه مع لا باتري هكا ولا هكا هادي واحد هادي جوج اشنو بان لكم واش واحد ولا جوج واش الباتري واش لونديلور غناخدوه من لي باتري يعني البرونشمون 2 ولا غناخدوه من لي ريغولاتور يعني البرونشمون 1 الواحد يقول لي لا انا برونشمون الله صحيح علاش حيت سوغ انترنيت كتلقاو جوج كتلقاو جوج ديال لي برونشمون ولكن بزاف ديال الناس كيكون عندهم هذا المشكل واش كياخذوه بالريغولاتور واش كياخذوه باللي باتري الوغ الناس اللي غيقولوا الريغولاتور علاش والناس اللي غيقولوا لا باتري علاش انا دونك تحية الناس ديال الماستر ديال تي اس دي دي ديال الرشيدية جمال الحالي محمد العمراوي اسماعيل باسي وراكم حاضرين مرحبا بكم سي سعيد الشاب و سي دو كامكم قلتو دو ولكن ما قلتوش علاش لو بلوز امبورطون هو علاش علي جوابك اخويا علي جوابك alors, Jamal Rahani, car le régulateur limite la puissance, d'accord. Ça aide pour minimiser les pertes de quoi si ça aide? Del flow. Imen, car le rôle de régulateur est protection de la batterie. Yani, on va brancher au le régulateur. Je suis avec les juges. ما تنساوش بيان سور على شاك فوا تبارطاجي لو لايف باش الناس باش الناس يستافدو معانا الوغ دونك علاش فين غنبرونشيوه غنبرونشيوه مع الريغول مع لاباتري ماشي مع الريغولاتور يعني هذه بداية
وقفت السيلو باش كنكتب وقيلا اتسالات لي الحجرة نشوف واش فوالا سا مارش. دونك هادي لا، دونك ديما لي كوريكت هي جوج. علاش؟ حيت ديجا فوقتاش كنستعملو هادي كنستعملوها غير الا عندنا دي شارج اكورون كونتينيو، يعني الا عندك بولا دوز فولت لا شي حاجة دو كونتينيو بغي كتركبها مع الريجولاتور باش الريجولاتور كتكونترولي الديشارج ديال لا باتري داكوغ. ولكن الا عندك لونديلور اوتونوم راه هو فيه ان ريجولاتور دو ديشارج ديال لا باتري، راه هو كيبروتيجي لك لا باتري كونتر لي سو شارج، يعني ما محتاج انك تركبو هنا، ولكن ولا ركبتي هنا كتولي لا بويسونس ديال الريجولاتور هي اللي كتحكم لك في لا بويسونس ديال لونديلور. يعني الا عندك واحد لونديلور ديال 1 كيلو وات وعندك واحد الريجولاتور ديال 600 وات برونشيتي هنا، راه الماكسيموم اللي غيدخل لهذا هي 600 وات، يعني الماكسيموم اللي غيدخل لهذا هي 600 وات ديال الريجولاتور، وهذا فيه 1000، يعني في لا سورتي هنا غير 600 داكوغ. ولكن اون فوا كديرو مع لا باتري كتعطيه لابيل دو كورون لي بغا، لابيل دو بوسونس لي بغا، دونك ما غاديش تليميت لا بوسونس ديالو. دونك لا ريبونس هي ان لونديلور ديما كنبرونشيوه مع لا ريغولاتور دو شارج، ماشي مع باردون اي لونديلور كنبرونشيوه ديما مع لا باتري ماشي مع الريغولاتور داكوغ. الى برونشيتي مع الريغولاتور راه كتليميتي لا يمكن في واحد لو كا لي لا بويسونس ديال لونديلور صغيره على لا بويسونس ديال الريغولاتور ماشي مشكل، الا كانت لا بويسونس ديال لونديلور انفيريور على لا بويسونس ديال الريغولاتور ماشي مشكل. ولكن الا كانت كبر، الا كان لونديلور كبر على لونديلور كبر على الريغولاتور ضروري خصك ديرو مع لا باتري. Voilà, donc comme l'exemple, il y a donc il y a la puissance crête لي غادي نحتاجو. دونك هاد لانستالاسيون غنحاولو نديروها، نعطيكم لي دوني فين غنصاليوها. دونك انا غنصاليوها فوار دي زيت، واحد لانكلينيزون لي اوبتيمال وواحد لوريونتاسيون لي اوبتيمال. دونك غنخدمو بواحد لي غادي ديال ديال وار دي زيت، نديرو لي غادياسيون. لا ناخدو مثلا 6 كيلو بار متر كاري بار جو. دونك هادو هما غادياسيون ديال هاديك البلاصة فين غنديرو لانستالاسيون. الوغ دونك لو كوفيسيون دو كوريكسيون غناخدو 0.7 كوفيسيون دو كوريكسيون. Voilà, donc on se boude à la puissance crête, la formule de la puissance crête est yadi, alors on a dit à l'albert. Voilà, on a K, on a les radiations. Chez moi, j'ai appris la valeur de la puissance crête, la radiation fait le projet. On a les radiations, l'énergie, il y a 4000 ⁻⁰⁰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 ⁰
Alors, donc, on a le kit 1100, 1100, ouais, je serai watt crête. Donc, déjà, la puissance crête DLA. Donc, 1000 watt crête. La formule, la puissance crête, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie sur K fois les radiations. Heure, mètre carré par jour. D'accord? Elle dit watt-heure par jour. Voilà, donc c'est exact. Voilà, donc il y a des... Après, la tension du système. Il y a la tension du système à l'Erwan à partir de là. Avec le tableau, la tension du système, elle dépend de la puissance crête. Et là, quand la puissance crête, mabine 0 et 500 watts, canard 12 volts, quand mabine 500 et 2 kilos, canard 24, ou là, quand mabine 2 kilos, les kilos, 48. Mais la puissance crête fait de l'intervalle entre 500 et 2 kW crête, donc la tension du système il y a 24 volts. La puissance crête qui est à 1 fois 1 000 000. Mais bien 2 kW crête, on a bien. واحد البلاصة هنا في ليكرون ما كتكتبش مزيان 2 kW. Alors, donc voilà, 24. Voilà, d'abord, si nous avons le nombre des panneaux, il y a des panneaux en série ou des panneaux en parallèle. On a comme une affiche technique des panneaux. Voilà, donc on a un peu de rajouter. Voilà, donc il y a la fiche technique du panneau. Alors, tenez le nombre des modules rendus en série ou le nombre des modules rendus en parallèle. Donc, alors, je finis la formule l'heure. On va faire un régulateur PWM. Il y a un régulateur avec les formules que je finis l'heure. On va faire la compatibilité de tension. Il y a un panneau rendu en série. Ou aide la compatibilité puissance ou intensité, le nombre de l'échelle et l'échelle en zéro en parallèle. Fatim Zara a été chaud, c'est 1,11 kW, mais c'est mégawatt.
ميجاوات يعني راه مليون يعني 1000 كيلو وات هذيك راه بزاف دونك سي 1.11 كيلو وات الو دونك شي واحد يعطيني لو نوم موديل اللي غنديرو اون سيري واللي غنديروهم اون باراليل وشحال لو نوم توتال اللي غادي نحتاجو في هاد لانستالاسيون دونك قلنا لا بويسونس كريت غير ان رابيل لا بويسونس كريت هي 1100 la puissance crête est 1111 watts. Un module de 36 cellules, il y a une tension nominale il y a 12 volts. Donc la tension nominale il y a 12 volts. La puissance d'IALO est 125. Donc, gilna, la puissance crête d'IALO est la puissance crête d'IALO est 1110. Alors, donc, donc le nombre des panneaux par string, 24 sur 12, il y a 2. Le nombre de les strings, la puissance du système est 1110 divisé par la puissance crête du panneau est 125 fois 2 de la dit. Si jamais, quelle est la relation entre la puissance crête et la puissance du panneau qui a donné le nombre de le panneau wesh salha ou la ma salhach, le mieux est que vous ne travaillez pas si jamais, mais le mieux est que vous travaillez les deux, et que vous travaillez le total. Le mieux est que vous ne travaillez pas dans cette situation. Donc 1100 و سرا مقسومه على 250 5. alors le nombre total le nombre de les string هو 5 fois 2 يعني total هو 5 ديال لي شين ديال جوج لي بانو دكا 5 ديال لي شين ديال جوج لي بانو يعني جوج لي بانو en série on a deux en parallèle comme ça derrière le magas donc alors Mohamed Lamra le nombre de 4 6 5 est à 4 vers donc il y a des majorations incroyables donc à dire que ça d'accord il y a le nombre total il y a 10 ديال لي بانو mais l'احسن انكم ما تكتبوش 10 تخليوها هكا مكتوبه باش نقراوها 5 ديال لي شين ديال جوج ديال لي بانو donc هذا هو le nombre ديال لي بانو و le montage ديالهم كيفاش غادي يكون donc l'étape الثانيه هي لي باتري alors la capacité des batteries donc il y a la formule ديال باش كنحسبوا la capacité ديال لي باتري انا نعطيكم نخدموا بواحد la batterie اللي لا كاركتيرستيك ديالها على tension ديال la batterie هي 12 volts ou la capacité ديال la batterie ديال 115 ampère heure ou la profondeur de décharge 0,07 par exemple mais نخليو فيه 30 alors, tu la capacité de la batterie ou le nombre de la batterie qui va être sonnée à l'installation.
Alors, donc, cinq strings égale à défusible. Oui, mais dans le cas de la là, la partie protection, si jamais, on a le nombre de les fusibles qui sont le nombre de les chaînes fois 2. ولكن مازال ما وصلناش هاد ليتا دونك خلينا دابا نحسبوا لو نومبر ديال لي بان شحال غندير اون سيري وشحال غندير اون باغلي ودابا كنحسبوا لا كاباسيتي ديال لو ستوكاج وخدينا واحد لا باتري 12 فولت اللي فيها 115 امبير اور و بروفوندور دو ديشارج خديناها خديناها 0.6 و 3 جور دوتونومي بالنسبه لي جور دوتونومي ان جي غادي ناخدها 3 جور c'est l'énergie mobile شحال لقينا فيها لقينا فيها 4660 watt heure par jour Le rendement de la batterie avec le coefficient de protection de correction les 0,7 par les rendements des composantes il y a donc en considération mais considération le calcul avec l'énergie produite la capacité de stockage بالنسبه لو نومبر دو جور دوتونوم سي اون صاحبي ديال الناس ديال مراكش ياك ما ياك ما راك معاهم مرحبا بك اخويا مرحبا الوغ علاش 3 جور دوتونومي هادي دوني قلنا بالنسبه لو شوا ديال لو جور دوتونومي بالنسبه لي زانستالاسيون بوا ليكتريفيكاسيون 3 جور بالنسبه لي سيستيم بروفيسيونيل من 5 حتى من 8 حتى 15 جور بالنسبه لي سيستيم ديال لي ريفريجيراتور فاكسان تقريبا 5 جور دونك هنا خدينا سي ان سيستيم ديال خدينا 3 جور سي لو كليون اون فان كونت هو اللي كيديسيدي كيقول لنا واش نخدمو 2 جور ولا 3 جور ولا 4 جور على حساب اشنو بغا الكليان دونك خدينا حنا واحد لو كليون عنده الفلوس ترزواني مرحبا سي ترزواني انا جي الفورماتور الكبير ديالنا نورتي اللايف خويا زيد فيه الضو زاد فيه الشمس الساعه انت اللي دخلتي مرحبا بك بالنسبه لو جور دو اوتونومي هي شحال من نهار غنخدم لانستالاسيون ديالنا الا ما كايناش الشمس يعني الا كاع ما كايناش الشمس ولا اللي حيدنا كاع لي بانو غيخدمو لو سيستيم ديالنا 3 جو اسماعيل العباسي لو دي ايسي سي كوا سي لا بروفوندور دي ديشارج يعني شحال غنخليو في لا باتري ديالنا قلنا لو نومبر ديال لي سيكل ديال لا باتري هي اللي كتعطينا لا دوري دي في هاد لو نومبر دو سيكل اللي ديبون دو لا بروفوندور دو ديشارج بروفوندور دو ديشارج خديناها هنا يعني 0.7 يعني كنخليو ديما 30% في الباتري ديالنا و بروفوندور دي ديشارج ليستيم هو 0.7 خدينا ليكزامبل ديال 0.7 سي محمد العمراوي 740 امبير اور انا يا خويا 796 كاع
يعني الا خديتي 70% في البروفوندور دو ديشارج، يعني ديما لا باتري كتبقى فيها 30%، يعني من بعد 3 ايام ديال لوتيليزاسيون لا باتري غتبقى 30%. La capacité à faire donc la capacité à oui pour l'élève ou 800 Voilà, exact, Fatim Zahra. C'est correct, il y a 832. Donc, il y a la réponse 832 sur la capacité de la batterie. Après, vous avez le nombre de la batterie. Le nombre de la batterie qui va être la formule. Il y a. Il y a un peu de bouchda. S'il vous plaît, il y a un peu de bouchda ou un peu de وهذه لا فالور اللي غتلقاوها ديروا لها ماجوراسيون، هذه لا فالور اللي تلقاو فيها ديروا لها ماجوراسيون، هي لو نومبر ديال لي باتري. دونك شنو غتساوي لا كاباسيتي ديال السيستيم؟ هي 800 الى 5 سوم على 115 ديال الباتري واحد، هذه دوني فوا على 12. ما عادش تحسبوا كل حاجة بوحدة، يعني تعطيني سبعة شو جوج، يعني تعطينا سبعة ديال لي سترينغ ديال جوج ديال لي باتري، دونك تعطينا 14 باتري هو لو نومبر ديال لي باتري. دونك سي لا كاباسيتي بو لا كومباتيبيليتي، كاباسيتي تعطينا 7.2. دونك الا كانت كديرو مينوغاسيون، الا كانت اكثر من 5 في لا فيغول كدير ماجوراسيون. دونك هنا غنديرو مينوراسيون حيت خرجت لينا 7.2، دونك غناخدو 7 دونك غتعطينا 14 باتري. وبالنسبه للناس اللي داروا ماجوراسيون غتعطيهم 16، ولكن من الاحسن انك دير حيت الباتري غاليين ماجوراسيون، درتي ماجوراسيون ديال 0.8، يعني تقريبا راه قريب الواحد، يعني زدتي جوج لي باتري، يعني الا كانت كل باتري كدير 2000 درهم دونك راه زدتي 5000 درهم. دونك من الاحسن انك دير مينوغاسيون باش تعطيك 14 باتري. دونك هذا هو لو نومبر ديال لي باتري، دونك تعطينا 7 × 2 لو نومبر دي سترينغ كاباسيتي لا كاباسيتي دو سيستيم. La capacité du système, voilà la capacité de la batterie, la batterie est une meilleure latine, voilà la meilleure moustache. On peut ne se voir. Ou le nombre des batteries par chaîne, et il y a la tension du système, voilà la tension de la batterie. Maintenant, 2. مكتوباش البلاصه اللي ما كتكتبش
Quatre nuits. Quatre nuits égale à deux. Juste l'élévatrie, donc on va tâcher la batterie. Après, le régulateur ou l'onduleur. Alors, donc, ouais, la question de Mendozo, wesh une clina plusieurs, wesh une clina fois le champ photovoltaïque installe plusieurs régulateurs. Il y a quel moment qui fait il y a quel moment il y a plusieurs régulateurs qui fassent rendre l'air. مرحبا بالناس الجداد اللي كيدخلوا معنا اول مره. حنا في واحد لا فورماسيون اون لين على ليتود دي مونتينمون ديال لي انستالاسيون لي انستالاسيون فوتوفولتايك. راه ديجا دوزنا با مال ديال لي سيونس لي فيديو ديالهم راه ديسپونيبل في لاشين ديالنا. راه كاين واحد ديسكريبتيف ديال لو لايف, كاين واحد لو ليان يمكن ترجعوا للهيستوريك ديال هذوك لي بارتي لي دازو لي ديجا دازو اللي فيهم لي كور الاولين. غادي تلقاوهم في لاشين ديالنا سور يوتيوب ميزان الفورماسيون. وما تنساوش تبارطاجيو مع الناس صحابكم, بارطاجيو دو لايف باش يستافدو الناس اخرين كانوا انتريسي بهذا لو دومين ديال لي زينيرجي رونوبل اي سورتو لينيرجي سولير. Alors, on a maintenant les commentaires qui ont commenté le régulateur de charge ou l'installation des rouges ou l'athlète ou l'arbre acteur de l'arbre de charge. Alors, pour le régulateur de charge, le choix de la canne, la le nombre de chaînes en série, en parallèle, les N. Donc, il a rejeté. Alors, donc, nous avons le schéma électrique de l'installation. Et comme ça, je vais les noms. J'aimerais avoir le courant du régulateur égal à le nombre d'électriques. Ici, c'est la tension du régulateur égal à la tension du système. Exactement. Donc, les mains comme ça, elles sont le nombre
les panneaux, les mains. Donc, on va essayer de l'installation des mains. Donc, il y a un module. Nous en série. Nous en parallèle. D'accord. Donc, faites l'étape. Et qu'on d'arriver à les fusibles de protection. Donc, on a le coffret de protection des scènes. Les réconnaissances de ces protections des scènes. Donc, il faut faire les fusibles de protection. Une fois qu'une photo, les strings, en parallèle, qu'un héros les fusibles de protection. Le fusible, qu'un héros fusible le plus, le fusible le moins. C'est pour la protection, les panneaux, les batteries, pardon, les panneaux contre le courant de retour les donc on a ça les fusibles de protection donc on a un répartiteur le câble la section les kbira. من بعد حتى هنا غيكون عندنا خمسة ديال لي فيزيبل هادي سي نيجاتيف لا بارتي نيجاتيف حتى هي خمسة ديال لي فيزيبل دي سي غيكون عندنا واحد لا بارتي دير داكوغ غادي نديرو لي بارافودر un sectionneur pardon un dandero par la foudre la radiométrie la terre la même chose ben c'est le plus d'avoir c'est le plus donc rien donc sectionneur ou par la foudre positif d'ailleurs quatre machines la terre donc à double juge homme à l'élément ouah d'arabe juge homme qui est chez ou la terre donc à le plus d'y a nana ouah le moins d'accord à dans qu'on a le régulateur. Le régulateur bien là, l'effet le plus, le moins, il y a le panneau, le plus, le moins, il y a la batterie. Voilà. Donc le plus, le moins, le moins. Le plus donc bien sûr original et le plus
Donc après les batteries, donc après نرسمو لي باتري دونك قبل ما نصورو لي باتري نخلي نبقاو هنا ونكتبو لي كاركتيرستيك ديال لو شون ديالنا. انا نشوف كاين واحد لا كيسيون سي ني ناخدو كورون كبار مي اصلا درنا ماجوراسيون اي سي سي يعني واخا تكون كتساوي اصلا في الريال ما توصلش حسين نصر الدين من مراكش. مرحبا بك اخويا. وي انا كنديرو دي فورماسيون على ان بروجي اللي سميتو لا كارافون سوليير. اون في دي فورماسيون بارتو او ماروك تيرمو. انا ان بروغرام سور كازا سور راشيديا ورزيزات اي اوسي جو كرو كاين واحد لي سيسيون غتكون ان شاء الله في مراكش. ديجا دزنا في لا كارافون دو بون بار سوليير ديجا دزنا في مراكش الناس اللي انتريسي. دونك من بعد ما تفوت الكورونا ان شاء الله وديسكو شي بخير وعلى خير على غادي نبروغرامي دي سيسيون دو فورماسيون براتيك ان شاء الله. الو منير dans le cas de ou le local technique est loin de terrasse on peut de quoi faire avec cuisine ou autre rendez-vous Jonqueur, c'est pas fou. Oui, exactement, c'est Molière. Donc, une fois, et surtout le parafoudre, une fois qu'elle dépasse 20 mètres, donc, ce qui dit des parafoudres. Mais qu'il y a un meilleur local technique qui est près du champ photovoltaïque pour minimiser les pertes au niveau du câble. Alors, donc, nous les caractéristiques de le champ photovoltaïque. Donc, on a 7 ampères, les flafiches techniques de le panneau, ou deux panneaux en série. Donc, on a 2 fois 22. 22. L'ICC, la VOC de le panneau, d'accord. On a la même tension la sortie. On a 44 volts. On a 44 volts. On a 4 fois 7. دكور يعني حيت عندنا 5 فوا 7 اللي هي تقريبا 35 امبير. D'accord, donc le régulateur de charge d'IANA va être 44 volts pour 35 ampères. Donc le régulateur de l'IANA c'est le I régulateur est supérieur ou égal à 35 ampères. Il a même une chaîne comme régulateur de 35 ampères, il peut être le champ photovoltaïque d'IANA. يعني اوليو باش تستعمل وحده ديال 35 امبير مثلا تاخذ جوج ديال لي شين وديروا ليها ريغيلاتور ديال مثلا ديال 20 امبير ديال 20 امبير تاخذوا ثلاثه اخرين ودير ليها 20 امبير اخرى دكا ولا ولا تاخذوا واحد ريغيلاتور ام بي بي تي حيت كتعطيكم لا بوسيبيليتي انكم ديروا بزاف ديال لي بانو اون باراليل Bon, en série, pardon, il y a en parallèle, il y a l'intensité de la régulateur à tous les naqsa. D'accord?
من بعد غايخص دونك لا ريغيلاتور اللي غنحتاجو قلنا خص لانتونسيتي ديالها تكون اكثر من 35 اونت بير. دونك هذه هي لا ريبونس بور لو شوا. ولا تونسيون ديالها هي 24 فولت داكور. ولانتونسيتي لا تونسيون ماكسيمال ديالها دونتخي دونك تكون كبر من 44 فولت. هذا هو لو شوا دو ريغولاتور. سي ياسين ما تنساوش فاس سي جواد. مرحبا خويا على راس العين ان شاء الله. Alors, donc, on a choisi le régulateur. بالنسبة l'onduleur, vous voyez la puissance maximale du système qui a fait 590. Donc, l'onduleur, c'est qu'on peut même 590. Donc, les batteries, je trouve le câblage des batteries. Je vais faire une batterie à 1. Un arbatage de batterie. Donc, donc le plus, le moins. Alors, donc, on a 7 ديال لي شين ديال 7 ديال لي شين ديال لي باتري ديال جوج ديال لي باتري يعني 14 باتري. يعني غنديروا نبداو بلا ميزو اون سيري. دونك لو بلوس مع لو موان, لو بلوس مع لو موان, لو بلوس مع لو موان. دونك هادو هما لي باتري ديالنا اون سيري. دونك هادو هما لي باتري ديالنا اون سيري. يعني ولاو عندنا 7 ديال لي شين ديال الجوج. دابا غنديرو لا ميز اون باراليل. ابخي لا ميز اون سيري, لا ميز اون سيري ديال لي بلوس لي موان. Voilà. D'abord, la question les mohim bzef had li عندنا la batterie d'abord خرج لينا 4 ديال لي بون. هادي غنسميوها لو بلس واحد موان جوج موان. وغادي هادي غنسميوها واحد واحد دو بلوس وهادي جوج بلوس. دابا الى بغينا نبرونشيو لا ريغولاتور لا باتري هنا, بغينا نبرونشيو هنا, عندنا جوج لي بوسيبيليتي. يا اما غنديرو واحد موا مع واحد بلوس, ولا غنديرو واحد موا مع جوج بلس, ولا غنديرو جوج موان مع جوج بلس.
La juge moins, mais واحد plus. Donc elle dit واحد, juge, l'état. Fait les trois branchements, les quatre branchements, il y en a un qui fait un les sahih. Parce que la batterie, nous avons من هنا وهنا لا ناخذها من هنا وهنا يعني من لي زيكستريميتي ولا يكون كروازي. شنو بان لكم الاخوان؟ ما تنساوش تبارطاجيو لي لايف، الله يرضى عليكم. أحمد العودي جوج أربعة. دكوغ جوج أربعة، علاش؟ دابا لا كيستيون هي علاش؟ علاش السي أحمد جمال الرحالي تا هو قال لك جوج وربعة، دكوغ علاش؟ وإلا كانوا بحال بحال نعطيوها خمسة. دونك هادو كاملهم خمسة، يعني كيما اللي خديتيه في هاد لي برونشمون راه بحال بحال. سي عبد الرزاق جوج وربعة يعني يكونو كخوازي، يعني إلا خدينا من لاباتخي الأولى خدينا فيها البلوس، لا باتخي الاخرى غناخدو فيها الموا دي فاح. قالك سي لا ميم شوز، يعني بحال وحال. داكوغ سي ياسين الناس ديال فاس ان اي تخوا، يعني يا اما ناخدوهم في الاول في لاشين الاولى ولا ناخدوهم في لاشين الاخرى. D'accord. Alors, la réponse est il y a juge ou rebelle. Ah, je ne sais pas si je suis un fil. Je ne sais pas si je suis un انا نقول لك علاش. دونك اللي مزيان هو هادو، هادو وهادو، هادو دونك ديما خصنا ناخدوهم كروازي، يعني لو موان غناخدوه من هنا ou le plus ouais non d'accord il y a ou l'ex là le moins le fort alors donc plus d'accord allez hit الى خديتي من جوج الاولين الى خديتي الان موا والان بلوس ما كيبقاش عندك ليكيليبر في لاشارج ديال لي باتري، يعني هاد لي باتري الاولين هادي يعني كلاشي الاولى الثانيه الثالثه السابعه، يعني في لاشارج ديالك بويسك انت كتشارجي من هنا من هادي وهادي من هادي وهادي غتولي لاشين الاولى هي اللي غتشارجا عاد الثانيه عاد الثالثه عاد الرابعه انسي دو سويت، حيت لي زيليكترون كيمشيو للشمال ومو ريزيستون، يعني اقرب واحد يعني لا باتري الاولى لاشين الاولى هي اللي
اللي قريبه دونك هي اللي غادي تشارج. لا ميم شوز الا خديتيه من هنا دونك خصك تاخذهم كروازي باش يوليو بحال باتري وحده وتشارجو اون ايكيليبر داكور. راه هاد 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 لو برونشمون راه كي يدير مشكل بزاف لي انستالاسيون حيت ما كيبقاوش لي باتري ايكيليبري في لا شارج، يعني ما كتبقاش عندهم لا ميم دو ريد في، يعني كتبقى لي سيكل لا ميم شوز في الديشارج حتى هي. يعني الا فاش غيتخوا وخصك ديما ديرهم كروازي طابلون دولور باش الديشارج ديالهم يكونوا اكيليبري. سكي في كتلقى واحد لا باتري راه خدامه مزيان وحده ما خدامهش مزيان، سكي في هذيك اللي خدامه بزاف كتكونسومي فيها بزاف ديال لي سيكل، يعني لا دوري دو في ديالها كتنقص وما كتبقاش ما كتبقاوش لي كاركتيرستيك ديالها بحال لي كاركتيرستيك ديال لي باتري الاخرين اللي ما كانوش خدامين مزيان. دونك ديما خصو يكونوا كروازي pour assurer l'équilibre de la charge et de décharge de la batterie. Donc maintenant on a la position de yani 1 mois ou 2 plus sur le régulateur, l'onduleur a dit 2 florin on a 2 plus maintenant on a 1 mois ou 2 plus l'onduleur on a 2 plus 2 deux mois pour assurer la décharge de la batterie. Et là, on dirait aussi. On a le fil 1 plus, on a 2 mois. On a le branchement de l'onduleur. Donc, quand on dit que l'installation de la prise de l'onduleur, je vais y aller, mais je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. دونك جو كخوا راه تقريبا قربنا نساليو الوقت اللي عندنا، ولكن قبل كاين واحد الاخت صيفطت لي واحد ليماج فيها بزاف ديال لي كيستيون جو كخوا كتقرا في الثانوي وفيها دي كيستيون اللي بغاتنا نجاوبو عليهم. انا نحط عليكم بالنسبه للناس اللي عندهم دي كيسيون على هاد لابارتي اللي وصلنا دابا، راه اختارينا لونديلا قلنا لا بوسيون ديالو غتكون
اكثر من لا بويسونس دو سيستيم اللي لقيناه قبيله هي 596. درنا كيفاش غادي نختاروه البارح في ماشي هو البارح، هضرنا على كيفاش نختاروا لونديلور في ان سيستيم، سا فيدير كنختاروه بلا بويسونس ماكسيمال اللي غادي تكون عندك في لو سيستيم. Très vasé, pourquoi fait pas de string de 5 modules? Même si je suis le nombre de chaînes, alors je vais juge les chaînes de chaînes de juge, alors je vais dire que je suis en série, alors je vais la tension de l'équipe de la compatible à l'installation d'elle. D'accord, alors je vais la compatibilité tension. ما فهمتش سي حسن، قلتي لا بغيت ناخذ من لو شومب الليل ناخذ من لي باتري النهار. هو هذا لو سيستيم اخويا ما كيفرقش هو ما بين الليل والنهار، راه اوتوماتيكمون الا كانوا لي باتري عامرين راه كتاخذ من لو شومب فوتوفولتايك نيشان. داكوغ، داكشي الاخر كتاخذو من بالليل كتخدم بلي باتري سي نورمال، وبالنهار راه سي اوتوماتيك ما حد لي الشمس كاينه راه كتستافد من هذيك الانرجي اللي هي. الو، عندنا واحد لا كيستيون هنا، واحد الاخت وقيلا كتقرا في الثانوي صيفطت لي واحد ليماج هنا، بغات دي ريبونس على هاد لي كيستيون، وقيلا هادشي عندها في شي بحث. ما هي الطاقات المتجدده؟ الو، شنو هما الطاقات المتجدده؟ هي الطاقات اللي ما كتسالاش، فيهم بزاف ديال الانواع، فيهم الطاقه الشمسيه، فيهم ليوليان الطاقه الريحيه، فيها الهيدروليك ديال الماء، ما عرفتهاش بالعربيه، تيليدروليك ديال الماء، وكاينه الجيوثيرمي، جيوحراريه الجيوثيرمي، و كاينه فوالا البيوماس اللي هي اورغانيك، الطاقه الحيويه. دونك هادو هما الطاقات المتجدده اللي كاينين، اللي هما دي زينرجي انبويزابل، يعني اللي ما كيتسالوش على الشل ايمان، يعني مقارنه مع ديال العمر ديال الانسان ما كيتسالوش. شي بحال الطاقات الغير متجدده اللي هما اللي هما البترول اللي كيحتاج ملايين السنين باش يتعاود يتقال، دونك هو ايبويزابل، يعني واحد النهار غادي يتسالى، ولكن الشمس مثلا ولا الماء ولا الهواء ما غاديش يتسالى. ويوسف قال لك هما ما كيديروش انبعاثات ديال الغاز اكسيد الكربون، هما طاقات نظيفه بيان سور، اللي ما كيديروش لينا دي زيميسيون دي غاز اي في سير. ميرسي. جوج، ما دورها وما انواعها؟ دونك قلنا الانواع ديالها، ما هي الفئات المستهدفه؟ اي واحد، الانسان باش يعيش راه خصو الطاقه، خصو الانرجي، يعني اي واحد كيما كان راه يمكن يستافد من هاد الطاقات المتجدده. والانسان راه ما حد الشمس كتشرق الصباح وكتغرب العشيه، راه هذيك طاقه متجدده لاننا كنستافدوا منها، واخا سون ترانسفورماسيون، واخا ما نشريوهاش، راه الا حليتي الشراج ودخلت عندك الشمس للدار، راه ديجا انرجي سولير باسيف. السؤال رقم 4، هل تحتاج الى صيانه؟ اي نظام كما كان في العالم راه يحتاج للصيانه، ولكن كل تكنولوجي وشحال ديال البورسنتاج ديال لا مانتونونس اللي فيها، يعني شحال ديال الصيانه
اللي غادي تحتاج. كاينين انظمه اللي كيحتاجوا للصيانه بزاف بحال لي سولير تيرميك اللي فيها بزاف ديال لي موتور، فيها لي توربين، فيها لي كابتور، يعني لي سونترال اللي كبار بزاف، هادو كيحتاج الصيانه بزاف. كاين انظمه اللي باش اللي ما فيهمش لي باتري الصيانه فيهم غيكونوا ناقصين بحال الفوتوفولتايك. وعاود تاني الا كان الانظمه اللي فيهم البطاريات فهما كيحتاجوا الصيانه اكثر. السؤال 5، كيف تحافظ على البيئة وهل من سلبيات؟ والسلبيات والإيجابيات أكثر من السلبيات. بيان سور إذا كان هناك الطاقة المتجددة كان هناك الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة. إلى رجعتو لهذوك المبادئ ديال ديفلوبمون ديورابل في العالم، غادي تلقاو ان ما بين هذوك المبادئ انك خصك تستعمل الطاقات المتجدده. علاش؟ حيت راه تحافظ على البيئه، ما غاديش دير لنا التلوث، ما غاديش دير لنا انبعاث ديال الغازات اللي كدير لنا الانحباس الحراري. دونك راه كتحافظ على البيئه. كيف يتم تركيب أجزاء اللوحة الشمسية؟ هذا سؤال كبير كبير ومضخم جدا. دونك كيفاش غنركبوا نظام ديال الطاقة الشمسية؟ دونك كاين بزاف ديال المراحل باش تركب أي نظام ديال الطاقة الشمسية. الحالة الأولى هي زيارة ميدانية باش تعرف الانستالاسيون ديالك. الحالة الثانية الدراسة ديال المشروع ديالك، تعرف اش الماتيريال اللي غادي خاصك. من بعد الدراسة المالية ديال المشروع ديالك، واش غونطابل ولا ماشي غونطابل، ما المشكلة التي تواجه الشركات. هذا سؤال هو محال. واش هاد البنت كتقرا في الثانوية هادي؟ الو، المشكل التي تواجه الشركات، كل شركة عندها مشاكل، لكن المشكل اللي كاين بزاف هو لا موفيس كونكورونس، يعني ان المارشي ما منظمش. يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي دخلاء على الميدان، ماشي ما كيعرفوش نيت في لا بارتي تكنيك، سكي في كيديروا دي انستالاسيون اللي ما مزيانينش وكيخسروا الصوره ديال هاد التكنولوجي في السوق، يعني هي مكلفه. هذا هو بعض المشاكل ديال الطاقه الشمسيه، انها مكلفه في الانفستيسمون ديالها، في الانفستيسمون انيسيال. فاش يلا غادي تبغي تشري كتكون غاليه، ولكن من بعد بيان سور راه كتكون رونتابل. يعني لو نيفو دو رونتابيليتي راه رونتابل، ولكن الانفستيسمون انيسيال كيكون غالي. هل هناك دعم من الدوله؟ والدوله هاد الساعه كتعاوننا غير باتساع، كنت تسعى ما معاوناش فيه. دونك لحد الان مازال ما كاين شي دعم ديال الدوله في الطاقه الشمسيه. ما هي مده الصلاحيه؟ لا دوري دو في ديال اون انستالاسيون فوتوفولتيك باغ اكزومبل، اللي كاين لك انت لا مانتونونس و لونتروتيان ديالها مزيان، لي بانو سولار يمكن يمشيو لك حتى 30 عام ديال لو فونكسيونمون، ولكن يكون ماتيريال مزيان. ما نسبة الإقبال عليها؟ والنسبة الإقبال كل عام والناس كيوعاو وكيبغيو يديروا دي انستالاسيون، ومع تزايد ديال الثمن ديال الطاقة ولات لينيرجي سولير، ولات لينيرجي سولير كيطلبوها الناس سورتو في الفلاحة. كيف ترى مستقبل الطاقة الشمسية في المغرب؟ واختي شغنقول لك، ما كايناش بور لانستون، ما كايناش شي فيزيبيليتي ديال بالنسبه ليا انا، ما كايناش شي فيزيبيليتي بوسك كان ان بروبليم او نيفو ديال لا لوا ديال القانون اللي كينظم هذا الشيء ديال الطاقه الشمسيه. ولكن نتمنوا اون فوا غيطلق هذا القانون راه يفتح واحد لو مارشي اللي كبير بزاف ديال انك يمكن تبيع الطاقه ديالك بالطبيعه للدوله. دونك غيكون دابا مزيان، بوسك كاين بزاف ديال الفلاحة اللي خدامين على لو بومباج سولير. دونك بيان سور نتمنى الخير ان يكون
مستقبل ظاهرة. هل تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد عليها ومتى؟ بيان سور يمكن غاس الانرجي سي يمكن دير ان اوتونومي ديال، ولكن ما غاديش نقولوا 100%، من الاحسن انك ديما يكون عندك واحد الانرجي دو بوينت اللي تعتمد عليها، وما كايناش الشمس، حيت لو بروبليم ديال لي زينيرجي رينيوبلاب هو لا انترميتونس، هو لا ستابيليتي، لا ستابيليتي ديالهم. ولكن يمكن بيان سور ديال الاكتفاء ديالك اون تيرم دينيرجي، بيان سور بان اوتر سورس اللي كيدير لك لا ستابيليتي، سوا كدير لي باتري، سوا كتحط لك يعني الاكتفاء ديالك يمكن يوصل حتى 90%، حتى 100% الا عندك دو ستوكاج بيان سور. دونك هادو هما لي كيستيون، نتمنى اننا جاوبنا على داكشي اللي كتقلبي عليه الاخت، ونتمنى انكم استفدتوا معنا حتى نتوما في هاد لابارتي. دونك غدا ان شاء الله غنكملوا في هاد لابارتي دي مونسيونمون، وصلنا لو شوا ديال لي باتري، اختارينا لي باتري لونديلور لو ريغيلاتور دو شارج. من بعد غادي نختاروا ندوزو لابارتي ديال لو شوا ديال لي كابل، لو ديمونسيونمون ديال لي كابل، ليفالواسيون ايكونوميك ديال لو بروجي. دونك هادو هما لي زاب لي باقي لينا في هاد لابارتي ديال لي سيستيم فوتوفولتايك اوتونوم. فوالا بالنسبة للناس اللي بغاو يعاودو ليكزومبل، دونك راه واحد شوية غنحط هاد لا فيديو، غنحطها في لاشين ديال يوتيوب ميزان فورماسيون غدا ان شاء الله مع الجوج نفس الوقيتة، غادي نشوفو لابارتي ديال ديمونسيونمون ديال لي كابل و ليفالواسيون ايكونوميك. نشوفو باغ اكزومبل هاد لانستالاسيون علينا ديال الفلوس. كان معكم جواد عيد ربح من لاسوسيتي ميزان ماروكان انستيتيو فور سولار انرجي، و طلعو في راسكم ما تنساوش تبقاو جالسين في الدار. هذا هو، هذه هي احسن حاجه اللي غادي نديرو بها وغادي تساهموا بها في هذا الوقت. وتحياتي ونهاركم مبروك.